فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ Skeletal Muscle Second Part. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن Excitation, Contraction, Coupling, Structure of Skeletal Muscle, إزاي بيحصل Contraction و Relaxation. النهاردة هنستكمل الجزء الثاني من Skeletal Muscle MCQ. عاوزكم تبقوا جاهزين معايا، كل جملة هنقول صح أو غلط ليه، وطبعا يفضل تكون مذاكر البرانش من البداية علشان توصل لاستفادة كبيرة إن شاء الله. الجملة الأولى: The immediate source of energy during skeletal muscle contraction. قصدنا بالجملة دي هو أسرع مصدر للطاقة، المصدر اللي بناخده حالا. طبعا أسرع مصدر هو الكرياتين فوسفيت، الإجابة الأولى. السبب في كده إن إحنا عندنا نوع اسمه Ultra Rapid Source، نوع سريع جدا يدينا إنرجي. كرياتين فوسفيت زائد ADP يكون الكرياتين بلس أدينوزين تراي فوسفيت، ده بيدينا الطاقة من 3 إلى 5 ثواني. المصدر اللي بعده ان احنا نحرق الجلوكوز في غياب الاكسجين، مصدر ده بيدينا 2 ATP زائد لاكتيك اسيد. المصدر الثالث ايروبيك جلوكوز بلس اكسجين يعمل 6 CO2، 6 ميه زائد 38 ATP ناتج، وده كريبس سايكل. عشان كده بقية الاختيارات هتكون غلط. السؤال اللي بعده ده سؤال تجميعي. بعد ما شفت معايا فيديو الانترودكشن وفيديو السكيليتال ماسل بارت 1، ATP is used indirect for which of the following. معنى indirect ATP يعني لا نعتمد على أنفسنا، مكان آخر يدينا طاقة وإحنا نستفيد منها. المكان اللي بيكسر الـ ATP بنفسه اسمه Primary Active Pump، ده البروسس بتاعتنا. أما اللي يستفيد هو Secondary Active Transport. Secondary Active uses energy derived from ATP hydrolysis of another source. طيب الاختيار الأول accumulation of calcium by sarcoplasmic reticulum. فكر معايا، الكالسيوم هيرجع للمخزن، ده بالكالسيوم ATPase pump، ده primary active transport. يبقى الجملة دي غلط، أنا عاوز indirect، لكن الجملة الأولى ده direct. Transport of sodium from intracellular to extracellular، لما خرج زيادات الصوديوم من جوه لبره ده صوديوم بوتاسيوم بامب، 3 Na و2 بوتاسيوم جوه. طيب transport of potassium من الاكسترا للانترا، ده برضو صوديوم بوتاسيوم بامب، ده primary active transport، ده direct، مش هو ده المقصود معانا. Transport of hydrogen من البارايتال سيل إلى اليومن of the stomach، مرحلة تكوين الـ HCL، ده بيحصل بالهيدروجين بوتاسيوم ATPase pump، وده برضو primary active، ده مش المقصود، الأخيرة هو الصح. Absorption of glucose from intestinal epithelial cells، المعروف ان الجلوكوز بيتنقل من اليومن الى السيل، secondary active transport، مستفيدا بالبرايمري active transport اللي موجوده عند البيزو واللاترال بوردر بين السيل والبلازما. يبقى الاجابه الصح هو E. السؤال اللي بعده: fast glycolytic muscle fiber
characterized by. خلي بالك كلمة fast معناها سريع contraction وسريع في الإجهاد أو الفتيك. كل حاجة بسرعة. cross bridge cycling سريعة. طب glycolytic إحنا بنكسر glycogen. طب قبل ما نشوف الاختيارات تعال نفكر. هو لما تشتغل بسرعة ده معناه إن أنت محتاج ATP كتير؟ تقول لي لا، زي رفع الأثقال أو 100 متر ريس احنا عاوزين بس 2 ATP. يبقى معنى كده abundance of mitochondria غلط، مش محتاج توفر وزيادة في المصنع اللي هيعمل لي ATP. ليه يبقى موجود زيادة؟ يبقى غلط. high endurance تحمل عالي؟ تقول لي لا، fast fibers بيبقى liable معرض للفتيج أسرع، التحمل أقل. طيب are located more in lower limb، يعني أنت لو وقفت فترة يا ترى هتتعب؟ تقول لي لا، أنا أتعب أكتر لو رفعت إيدي لفوق أو شلت شنطة أو حاجة تقيلة وفضلت رافعها بإيدي. عشان كده الأبر ليمب وليس اللور ده السايت اوف فاست جلايكوليتيك فايبرز. الاختيار اللي بعده، هل يا ترى يزيد الكابيلاريز؟ تقول لي لا، الكابيلاريز بتعمل اكستشينج، بتدي اكسجين للعضلات، فالعضلات كونتراكت لفتره اطول، مش محتاجين ده، فالكابيلاريز عندنا عددها قليل. الدليل على كلامي صح، فاست جلايكوليتيك فايبرز اسمها التاني وايت فايبرز، وليها اسم تالت تايب 2B فايبرز. السؤال اللي بعده، بالمقارنة للفاست جلايكوليتيك فايبرز، تايب 1 سلو اوكسيديتيف فايبرز هاف ايه؟ دايما اقول بالمقارنة الى ما تتلخبطش، انا كلامي كله على ده سلو فايبرز. من اسمه سلو، بطيء كونتراكشن ويتاخر في الفتيج، ده مهم قوي. طب ليس لايبل تو فتيج؟ تقول لي لا، ده انا بستحمل، عندي التوليرانس او الانديورنس عالي، تحمل عالي قوي. فيور كابيلاريز؟ تقول لي لا، احنا محتاجين كابيلاريز اكتر تدي للماسلز اكسجين، لان اسم الفايبرز اوكسيديتيف، اسم الماسل فايبر بيعبر عن وظيفتي، هنحرق جلوكوز في وجود اكسجين نحصل على 38 ATP. اللي مذاكر بايو كيمستري او كريبس سايكل كويس هيكون عنده اعتراض، يقول لي لا دول مش 38، دول 40 ATP. هقول له اللي داخل التفاعل 2 ATP واللي خارج 40، يبقى أنا استفدت بـ 38 ATP. الدليل إن كلامي صح، السلو فايبرز عندها كابيلاريز كتيرة، إن اسم الفايبرز الآخر هو ريد فايبرز، اللحوم الحمراء. فيور ميتوكوندريا، إيه رأيك؟ تقول لي غلط، عايزين abundance of mitochondria، إحنا هنصنع 38 ATP، 19 ضعف الـ ATP اللي كنا محتاجينه مع الفاست فايبرز. larger diameter، تقول لي غلط، diameter للmuscles of the upper limb في الحالة دي بيكون very small. دايما العدائين الاثيوبيين اللي بيجروا 10 كيلو او سباقات ماراثون، سباقات طويله جدا، تلاقي اني ما عندهمش تضخم في عضلات الابر ليمب في البايسبس، بالعكس اللي بيرفعوا حديد او يجروا 100 متر عندهم هايبرتروفي، تضخم في العضلات من كتر الجيم ورفع الحديد اللي بيعملوه. less amount of myoglobin، قبل ما نقول صح او غلط، السؤال هو مين المايوجلوبين؟ هو بيجمنت
موجودة في المصل بتخزن موليكيول واحد اوف اوكسجين. انت من مصلحتك لما تجري مسافات بعيدة انت عايز اوكسيديشن يحصل، عايز اوكسجين يبقى موجود. اي حاجة بتخزن اوكسجين لازم كميتها تكون كبيرة. فالجملة دي غلط، large amount of myoglobin. السؤال ده ركز معايا فيه قوي. regular exercise training، انت دلوقتي عايز تمهد نفسك تبقى بطل عالم، في 100 متر محتاجة مجهود كبير في وقت قليل، او حاجة محتاجة مجهود بس على مدى بعيد، سواء الرياضة دي 100 متر او ماراثون. بسألك سؤال عام، does not involve increase in، يعني ايا كانت رياضتك قولي ايه الحاجة اللي مش هتزيد عندك. نشوف الاختيارات، contractile proteins، تقولي لا ده هتزيد في الفاست glycolytic fibers، weight lifting 100 meter race هيحصل هايبرتروفي وتضخم في المسلز اوف ذا ابر لم، جلايكوليتيك انزيمز هتزيد في الفاست جلايكوليتيك فايبرز في الرياضات دي، ماسل فايبر نمبر، اقول لك لا مستحيل عدد المسل يزيد، مش هيحصل هايبربليزيا زياده في عدد الخلايا، ولكن هيحدث زيادة في السيكنس of المسل ديامتر. كابيلاريز وميتوكوندريا هيزيدوا مع السلو اوكسيديتيف فايبرز عداء الماراثون. السؤال اللي بعده، ايزومتريك كونتراكشن، تعال افكرك بالنظري، متريك معناها متر او لنس مقياس، ايزو متساوي طول العضلة ثابت. طب ثابت ازاي؟ المصل بتعمل كونتراكشن، مايوسين يشد الاكتين للسنتر اوف ساركومير على الناحيتين، فالتو زد لاينز يمين وشمال يدخلوا لجوه، يقل المصل لينس فيحدث كونتراكشن. ولكن المصل مش لوحدها، ماسك فيها تندون، فلما المصل تقصر تشد التندون معاه، التندون هيحصل له ستريتش يبقى عامل زي الاستيك هيتمط. اذا التندون قدر يعوض المسافه اللي قصرتها العضله، ده معناها ان المسل لينس هيكون ثابت، يبقى دي خطا، مسل لينس كونستانت وليس انكريز. وايه غلط؟ مسل تنشن زاد. كلمة tension تعني حاجتين، يا إما muscle contraction active cross bridge cycling، في ثلاث مراحل من مراحله، عاوز ATP bending detachment recycling، والتندون اللي عمل stretch، stretch بالتبعية ما بذلش مجهود، هو passive tension. طيب فالتنشن لازم يزيد عشان يعوض طول العضلة اللي بيقصر. طب الورك زيرو، ايه رأيك؟ اقول صح، الورك يمثل فورس تايمز ديستنس، القوة اللي انا محتاجها عشان ارفع حاجة مضروبة في المسافة اللي هحرك بيها الحاجة دي. طالما انا ايزومتريك وطول العضلة ثابت، انا فشلت ان انا حركه، يبقى المسافة صفر، اي حاجة مضروبة في صفر تساوي صفر طبعا. لكن لو انا رفعته هنعرف الورك مش هيبقى زيرو، 25%، وهقول الام سي كيو الجاية السبب. ميكانيكال افيشنسي انكريزس، كفاءة العضلة تعتمد على المجهود المبذول، طالما المجهود صفر تبقى الكفاءة صفر، يبقى سي غلط. السؤال اللي بعده، concerning isometric contraction، load is greater than
ماكسيمال تنشن اللي المصل تقدر تعمله؟ اقول لك لا. طالما طول العضلة ثابت يبقى اللود اللي انت عاوز تشيله يساوي التنشن اللي انت تقدر تعمله، يبقى مش جريتر ده ايكوال. لو انت رفعتها او شلتها يبقى التنشن اللي المصل كان جنريت جريتر زان ذا لود ويتش كان كاري. ميكانيكال افيشنسي 25%. صح ليه؟ كل الطلبة فاكرة معلومة غلط، ان المجهود المبذول لرفع الاوبجكت 100%. لا، في 75% من مجهودك ضاع في صورة حرارة. فايدة الهيت انه يبعد الميوسين عن الاكتين، يقلل الفيسكوزيتي او اللزوجة. كل ما نبعد عن بعض كل ما السلايدنج الناتج بعد كده هيكون اقوى، تبعا لستارلينج لو. كل ما يزيد اللينس اوف ذا ماسل هتزيد قوة الكونتراكشن ويزن ليميتس. تمام. It occurs for long duration. غلط. اللي ياخد وقت اطول معاك هو الايزوتونيك كونتراكشن، بياخد وقت اطول، في لود احنا عايزين نرفعه، ده مهم قوي. It usually occurs during standing to maintain body posture. وانت واقف جرافيتي الجاذبية بتشدك لتحت، هتقع. رد الفعل لازم يبقى contraction. نوع الكونتراكشن هنا ايزومتريك، عشان كده الايزومتريك ليه اهميتين: الحفاظ على وضع الجسم ثابت، ان انا واقف وما اقعش، اريكت باستشر وضع الانتصاب الابرايت. الحاجة التانية فيلير to lift the object. السؤال اللي بعده isotonic contraction. برضو كلمة ايزو معناها متساوي، tonic يعني tension، التنشن ثابت. يعني ايه؟ المصل عملت contraction جامد، شدت التندون بالتبعية، لكن الستريتش اوف تندون ما قدرش يعوض طول العضلة اللي بيقصر. علشان كده التنشن زاد ولكن ثبت في وضع معين. فتنشن از كونستنت، قصدي الباسيف تنشن او شد التندون. طب الماسل لينس هيقصر، يبقى ايه غلط؟ ديكريزس. نو اكسترنال ورك از دان. غلط، في ورك مبذول 25%. نو موفمنت. غلط، قدرت احرك اللود لمسافة معينة، وده اللي انا لسه قايلها work equal force times distance. السؤال اللي بعده electric response of skeletal muscle. action potential spread لجوه المصل من خلال تيتوبيول، تقول لي صح قلناها الفيديو اللي فات، cause immediate uptake of calcium into the cisterna. غلط، طالما جه اكشن بوتنشال على الساركوليما ودخل في التيتوبيول والذهب ريسبتور فتح وعدى الاكشن بوتنشال عن طريق الفود بروسس للسيسترنا، هخرج كالسيوم ريليز، مش ان انا ارجعه، ده انا ارجعه دي لما الكونتراكشن يخلص. يبقى دي غلط. is not essential for contraction. غلط، احنا بنقول العنوان excitation contraction coupling، لولا الاكسايتيشن والاكشن بوتنشال لن يحدث contraction، يبقى هو ضروري، يبقى سي غلط. resting membrane potential للسكيليتال ماسل نيجاتيف 70. غلط، نيجاتيف 70 بتاعت النيرف ده نيجاتيف 90. البيك زائد 10. غلط، البيك زائد 40. السؤال اللي بعده regarding muscle fatigue، the nerve shows fatigue first. غلط، الفيديو اللي فات انا قلت لك اللي بيحصل له fatigue
هو نيورو ماسكولار جونكشن. الفيسيكلز هي اللي بتتكسر وتستهلك، وهناخد وقت عقبال لما نصنع اسيتايل كولين جديد. لكن النيرف ما يحصلوش فتيك، يحصل له حاجه اسمها اكوموديشن. طيب it has no relation to blood supply. تقول لي غلط، الاجهاد العضلي ليه علاقه ان كميه الدم قلت. ما هو لما البلاد سبلاي يقل للمصل اسكيميا، هيتجمع الويست برودكتس او الميتابولايتس اللي ما قدرناش نتخلص منها زي اللاكتيك اسيد، وده بيسبب مصل كرامبس. لو تتفرج مسابقات الماراثون تلاقي احيانا ابطال العالم جيلهم شد عضلي ويبكي، لاكتيك اسيد عمل كرامب رهيبه جدا. سي طبعا غلط، صح قصدي، بيحصل معاه accumulation of metabolites، طبعا صح. دي بقى high intensity activities. قصده ايه بhigh intensity؟ الرياضة اللي تحتاج لمجهود عضلي كبير زي رفع الأثقال. هل يا ترى يأخر الـ onset of fatigue، يأخر بداية شعورك بالإجهاد؟ تقول لي لا، لأن الرياضات دي محتاجة fast glycolytic fibers، ولسه حضرتك قايل لنا ان الفاست بيبقى liable to fatigue او rapidly fatigued. السؤال اللي بعده، skeletal muscle can maintain contraction، يقدر يثبت الكونتراكشن عنده من غير فتيج ليه؟ قبل ما نقرا الاختيارات نفهم رأس السؤال. السكيليتال ماسل فرضا ماسل فيها 100 فايبر، هل انت متخيل ان ال 100 فايبر كونتراكتنج كلهم في وقت واحد؟ تقول لي لا، لازم شويه كونتراكتنج وشويه ريلاكسنج، ده العادي، واللي كان ريلاكسنج يبقى كونتراكتنج. بنعكس الادوار، لو 100% من الماسل فايبرز كونتراكتنج دلوقتي هيحدث فتيج اثناء الريست، وطبعا دي مهزله، ده ما حصلش اصلا. مفيش حد بتحس باجهاد وقاعد مرتاح، ما بتحصلش. طب ليه ما بتحصلش؟ لان مش كلنا شغالين في وقت واحد. هتقول لي طب استنى يا دكتور، حضرتك لسه قايل ان الجرافيتي بتشد المصل لتحت ورد الفعل كونتراكشن. طب ما في كونتراكشن في نسبه معينه من الفايبرز وليس 100% منهم. عشان كده الإجابة الصح هي الأخيرة، asynchronous firing of motor units. كلمة synchronous معناها تكامل، زي السيمفونية، كل الفايبرز شغالة مع بعض في وقت واحد. أقول لك لا، asynchronous، مش كلنا شغالين مع بعض في وقت واحد، وبالتالي some fibers are contracting، fibers ثانية are relax، بس في النهاية في نسبة عاملة maintained ثبات في الكونتراكشن. ده مهم قوي على فكرة، الكلام ده لازم تبقى مخلي بالك منه وانت بتتفرج على اوركسترا، تلاقي مجموعة عازفين شغالين تانيين مستنين دورهم حسب اللحن، نفس الكلام في المسل فايبرز. طيب بقيت الاختيارات ليه ما اخترناهاش؟ summation of contraction، اقول لك ايوه ده موجود، بس مش هو السبب ويزود فتيك. كلمة summation ليه قلنا summation؟ ميكانيكال ريسبونس للعضلة ما عندوش absolute refractory period. الميكانيكال يبدأ بعد نهاية الـ ARP، فعلى طول كل ما تدي للمصل ستيمولس في كونتراكشن، ستيمولس في كونتراكشن، ففي سميشن. خلي بالك الميكانيكال كونتراكشنز فيوز توجذر، هيلحموا مع بعض ويعملوا لي خط ثابت اثناء الكونتراكشن اسميها تيتانوس. ده طبيعي فينا كلنا، ولكن ما يشرحش جزئيه وزاود فتيك، ملوش علاقه بالعنوان.
معلومة علمية صحيحة ملاش علاقة بعنوان. طيب تريبي فينومينا، التريبي ده هي نظرية السلم، ستيركيس فينومينا، كل ما يدخل كالسيوم أكتر، أو قصدي كل ما خرج كالسيوم أكتر الساركوبلازميك ريتيكولم، الكونتراكشن يزداد تدريجيا، قوته تزداد تدريجيا، كأنك طالع سلم من درجة الأقل للدرجة الأعلى لغاية لما توصل إلى بلاتو الهضبة. والمراجع الكبيرة وصفها كده ستير كيس. التريبي هو الكلمة الألماني بتاعت ستير كيس. طيب هتقول لي قوة الكونتراكشن تزيد، هل ده ليه علاقة إن أنا أقول ويزاوت فاتيج؟ لا، increase consumption of lactic acid، استهلاك أو زيادة اللاكتيك أسيد تؤدي إلى فتيك. يبقى إذن A و B و C غلط، الصح دي. السؤال اللي بعده موتور يونت involve نيرف واحد والمسل فايبرز innervated by it، تقولي صح دي. والموتور يونت ده على فكرة أقسمه تقسيمتين، الوحدة الحركية دي مجموعة فايبرز ممكن تبقى سريعة أو بطيئة حسب الإكسرسايز تريننج بتاعك، ممكن تبقى سمول أو لارج حسب عدد الفايبرز اللي عندك. طيب is group of neurons، أول ما تقرأ مجموعة أعصاب بتغذي skeletal muscle، ده احنا بنتكلم على neuronal pool، تكتل أعصاب، ده تعريف تاني. كلمة pool يعني مجموعة، لكن أنا بقول motor unit ده single، يبقى نيرف واحد supplying مجموعة محددة من muscle fibers. بص بقى على C is small size in muscles of the thigh. تعال نقول قاعدة النهاردة، كل ما تبذل مجهود قوي وعنيف تحتاج إلى motor units كبيرة، شيء طبيعي. لو انت شغال في شركة، الشركة دي عندها شغل كتير، لازم الموظفين يكون عددهم كبير، واحد بس او اتنين تلاتة ما يقدروش. فاذا الجروس موفمنتس، الحركات العنيفة زي حركات اللي انا محتاجها في فخدي، او المسلز اوف دلتويد الكتافي دي انا بستخدمها في المصارعة في السباحة، يبقى اذا الموتور يونت لازم تبقى كبيرة لا تقل عن 100 muscle fibers، 100 ال 120 يعني الترنك 120، الساي الفخت مش اقل من 100. قال لك سمول سايز، تقول له لا. فطالب هيسالني حضرتك قلت مش اقل من 100 فايبر وقلت على ده لارج سايز، طب قول لي السمول سايز ده في كام muscle fiber عشان اقدر احكم معاك. بص معايا على الاخيره، اكسترا اوكيولار ماسلز عضلات العين او الفينجر ماسل، عدد الماسل فايبرز فيها 3-6 او قد يصل الى 10. كل ما يقل الماسل فايبرز معناها ان الموفمنت فاين، وده شيء طبيعي. لما يكون تخصصك نادر ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، التخصص النادر ده لازم نبقى عارفين اهميته ايه، يبقى انت فاين موفمنت وده مهم بالنسبه لي، التخصص النادر. طيب تقول لي ده كلام ده جميل جدا وفاهم قصد حضرتك لغايه دلوقتي، كل ما يبقى تخصصك ناس كتيره شغاله فيه تبقى انت جراس موفمنت. السؤال اللي بعده ستارلينج لوم ستيتس ذات، ستارلينج العالم الألماني اتكلم عن علاقة اللينس بالتنشن، كل ما يزيد الماسل لينس يزيد لغاية 2.2 مايكرون، حتى قلت لك في النظري هو ده الأوبتيمال ماسل لينس، الطول المناسب اللي عنده the best contraction، تلاقي قمة الكونتراكشن عند اللينس ده، وبيناه في لينس تنشن ريليشنشيب.
لو زاد الماسل لينس عن 2.2 مايكرون مشكلة، أكتين هيبعد تماما ويوصل لنهايات الميوسين، يبعد عن الميوسين هيد كروس بريدج، ككفاءة مش هتشتغل، فقوة الكونتراكشن هتقل. وعايزك تخلي بالك من معلومتين اكستريم، لو قل الطول عن 2 مايكرون الاكتين برودرودز انتو اتش زون، اتش زون خلي بالك هتبعد عن الميوسين هيد. ولو زودت الطول عن 2.2 مايكرون الاكتين هتوصل لنهايات الميوسين عند التيل كده، وتبعد برضو عن الميوسين هيد. عشان كده خير الامور الوسط 2.2 مايكرون، وهذا كلام في غاية الاهمية. طيب تعالى بقى نشوف الاختيارات. inverse relation between tension and initial length. طبعا هتيجي تقول لي اختيار ده غلط، هو direct relation، عشان كده ايه هو الصح. direct relation بين التنشن وانيشيال لينس within limits، ده في غاية الاهمية. طب نبص بقى على بقية الاختيار. direct relation بين التنشن and load moved، على فكرة مفيش علاقة بين التنشن واللود اللي أنا عايز أشيله، قالها ستارلينج فبي غلط. سي، ما بين اللود وسرعة اللي أنا هشيل بيها، برضو ستارلينج ما اتكلمش على ده، وبرضو دي غلط. على فكرة دي صح كمعلومة علمية، كل ما التقل اللي أنت بتشيله بيكون عالي السرعة اللي هتشيل بيها تكون أبطأ، ولكن ستارلينج ما تكلمش عليها. according to length tension relationship of skeletal muscle all are true except، عايز الإجابة الغلط. tension generation يعتمد على درجة الأوفرلاب of actin and myosin، إيه رأيك؟ تقول لي صح ولا غلط؟ صح طبعا. overlap of actin and myosin بيصل الى افضل صورة لي عند 2.2 مايكرون، وده عنده maximum tension، يبقى ده صح تماما. crowding of actin and myosin at the center، crowding يعني ايه؟ يعني very short muscle lengths، في زحمة، اكتين والميوسين لازقين في بعض. هل ده يزود قوة الكونتراكشن؟ تقول لي لا، مفيش سبيس كافية للميوسين هيد يعمل بايندينج وبيندينج وديتاتشمنت وريسايكلينج، يبقى طبعا اكسبت بي. طب نبص على اخر اختيارين. تنشن جينيريشن is determined by preload. افهم معنى الكلام من الاخر للاول. يعني preload؟ pre يعني قبل، قبل ما اشيل التقل اخبار المسل لينس ايه؟ تقول لي ثابته، لسه ما عملناش الكونتراكشن او الورك اللي انت بتفكر فيه. طب طالما لسه ما عملناش الورك يبقى ده ايزومتريك كونتراكشن. طب هتقول لي ما قالكش كده، قالك tension generated determined by preload. طب ما هو البريلود ده detected by isometric contraction، الاتنين ليهم علاقة ببعض تبعا ليه ستارلينج. ما انت بتقول لي كل ما يزيد length of skeletal muscle هتزيد قوة الكونتراكشن، يبقى اذا الكلام ماشي مع بعضه. طيب recorded tension سببه active وpassive؟ طبعا صح، الاكتيف هو الكروس بريدج سايكلينج، والباسيف هو الاسترتش اوف ذا تندون.
السؤال اللي جاي gradation of voluntary motor activity involves. كلمة gradation معناها التدرج. عايزين نعلى بالكونتراكشن. قدامنا تلات عناوين رئيسية: زود عدد الموتور يونتس اللي شغالة، ورقم اتنين اللود بريلود وافتر لود هنتكلم عليهم دلوقتي، والتالتة زود عدد الاكشن بوتنشال اللي واصله للساركوليما الماسل ممبرين. كل ما تزود العدد هتزيد قوة الكونتراكشن. نشوف بقى الاختيارات بتاعتنا. هل التدرج او زيادة الكونتراكشن تدريجيا بيحصل نتيجة نقص في عدد الاكتف موتور يونتس؟ تقول لي لا، زيادة العدد. ما انت كل ما تزود الوحدات الحركية تزيد القوة، يبقى دي غلط. يقل الريت اوف ديسشارج اوف موتور نيورونز، غلط، العكس صحيح، يزيد الريت اوف ديسشارج اللي هي الفريكوانسي اوف ستيميوليشن، لان الاكشن بوتنشال فريكوانسي موديوليتد، اغير في العدد. يزيد الريستنج ماسل لينس، الجملة دي غلط. عارف كانت امتى تبقى صح؟ لو قال ويزن ليميتس. اصل انكريزنج دي انا ممكن اعدي 2.2 مايكرون فعدد الكروس بريدج هيقل، يبقى دي غلط. ريكروتمنت اوف سمول بيفور لارج، تعال نفهم معنى الكلمه. اللي سمول موتور نيورونز اللي فيه عدد فايبرز اقل، انا قلت لك مسؤول عن الفاين موفمنت، ازاي تمسك القلم، حركه العين، حاجات الدقيقه دي. طالما انا دقيق يبقى انا اكسايتابل، اسرع من اللي بيعمل حركات عنيفه من اللارج موتور نيورونز. الكلام ده في غايه الاهميه ان انت تكون عارفه. طيب عشان كده مين بيزيد في شغله اسرع؟ تقول اللي سمول. طب دكتور يعني ايه ريكروتمنت؟ تزايد العدد، زي البورصه الاسهم في تصاعد، ستوكس ار ريكروتد، ده في غايه الاهميه. اللارج بيجي بعده، ولو مذاكر سكيليتال ماسل كويس دي اسمها سايز برينسيبل، مبدا الحجم، الصغير يزيد في العدد ويشتغل اسرع لانه اكسايتابل الاول، اكشن بوتنشال بتاعه اسرع، والكونتراكشن يعتمد على الاكسايتيشن. السؤال اللي بعده لودنج كونديشنز افتر لود. قبل ما اكمل الجمله، افتر لود يعني ايه؟ المسل وهي كونتراكتنج طبيعي، مصر عندها كونتراكشن طبيعي طول الوقت من غير ما تشيل حاجة، ايزومتريك، جيت حطيت في ايدك تقل وانت بتشيله اثناء الكونتراكشن الطبيعية اللي عندك، ده اسمه افتر لود. سؤالي ليك دلوقتي، لو انا اديتك وزن حاجة 2 كيلو او حاجة تانية اتقل 10 كيلو، يا ترى الافتر لود في مين فيهم يزود قوة الكونتراكشن عندك؟ تقولك القوة بتزيد كل ما التقل بيزيد. ده مهم جدا، المصل بتجهز نفسها to carry the load، ده مهم. عشان كده decreases غلط، الافتر لود increase بيزود المصل to generate contraction او tension. بص اللي بعدها ولاحظ معايا الفرق الجميل. زيادة الافتر لود تسرع من الفيلوسيتي اوف شورتنينج؟ اقول لك لا، هي الزيادة الافتر لود تخليه تعمل كونتراكشن قوي، السرعة تتناسب عكسيا مع التقل، شيء طبيعي. لو انا شايل حاجة خفيفة سرعة الكونتراكشن بتاعتي اعلى، كل ما تتقل السرعة بتبقى ابطأ، العلاقة عكسية. سي تكملة لكلامنا، في ماكس، في ده اول حرف
من كلمة velocity، وماكس يعني ماكسيمم. الماكسيمم velocity أو أقصى سرعة at increasing load، أرد عليك وأقول لك خطأ، at zero load. كل ما اللود يبقى خفيف لدرجة أنه صفر، حتى أنت لو أنت جيت تتني دراعك وهو أو قبضة إيدك فاضية بتعملها بسرعة، يبقى العلاقة عكسية. maximum isometric shortening at zero velocity of shortening. يعني معنى الكلام، كلمة isometric معناها الماسل لينس الثابتة، معناها ان الورك المبذول يساوي زيرو. طب يا ترى لما الورك المبذول يبقى صفر السرعة بتاعتي تبقى ايه؟ تقول لي برضو صفر. تخيل ورك زيرو، المجهود اللي هشيل بيه الحاجة مش موجود، يبقى السرعة اللي انا عملت بيها الكونتراكشن او كاري زلود مش موجودة. الاتنين يتناسبوا مع بعض. ودايما خلي بالك ان البريلود ديتكتد بايزو متريك كونتراكشن، وعند الايزو متريك كونتراكشن ده احنا بنحافظ على البادي بوستشر. السؤال اللي بعده سؤال جميل، زودنا الريت اوف ستيميوليشن اوف سكيليتال ماسل من 50 في الثانيه الى 150 في الثانيه، انا زودت الريت. الله، طب ده معناه ايه؟ زودت الريت يعني زودت الفريكوانسي اوف ستيميوليشن، ودي احد الطرق اللي هنعمل بيها جراديشن، وود ريزلت ان، يؤدي الى higher amplitude ومور ميكانيكال ريسبونس. صح، طبعا صح، وشرحناها ليه بقى. لان انت لما تزود الامبليتيود، تزود قصدي الفريكوانسي وعدد الاكشن بوتنشال، انت بتعمل ميكانيكال ريسبونس قويه. خلي بالك المسل في حاله مينتيند كونتراكشن وانت تديلها ستيمولس، وهي لازم تستجيب، ان مفيش ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. فندخل في التيتانوس اللي هو السميشن اوف كونتراكشنز، كونتراكشنز بتتجمع في قوتها مع بعض وتتلحم في خط ثابت، ده مهم قوي. طيب بروجريسيف انكريز في السيتوبلازميك كالسيوم كونسنتريشن، صح، ما كل ما يزيد عدد الاكشن بوتنشال على الساركوليما ينقلهم التي توبيول الى لونجيتيودينال توبيول زي ما قلنا قبل كده، السيسترنا تخرج الكالسيوم اللي متخزن فيها من خلال رايانودين كالسيوم تشانل، ويمسك في تروبونين سي ويشيل التروبومايوسين من مكانه ويبدا كروس بريدج سايكل. يبقى صح، برولونجد ديوريشن of muscle active state. يعني كل ما تزود عدد الاستيمولاي يا ترى العضلة تفضل في حالة نشاط مستمر؟ طبعا، لانك بتخرج كالسيوم اكتر من الساركوبلازميك ريتيكولم. خدها قاعدة، طالما كالسيوم زيادة released يبقى الكونتراكشن عمال يزيد تدريجيا، وده اللي انا قلته ستير كيس فينومينا. الاختيار الاخير increase in muscle response تبعا لقول or none لو. هنا خلي بالك من حاجة، السكيليتال المسل لا تتبع قول or none. قول or none ده قانون يسري على حاجة فردية، single nerve single muscle fiber. تقول لي سكيليتال ماسل بمئات الموتور يونتس، ده ما ينفعش ما ينفعش، فالجملة أساسا غلط. السؤال اللي بعده، أسيريز أوف ستيمولاي، مجموعة ستيمولاي كهربية عملت سميشن أوف كونتراكشن، قلناها قبل كده هو التيتانوس. خلي بالك كلونس معناها إنكمبليت ريلاكسيشن، وفي فيديوهات انا عاملها هنا في القناه اوضح الفرق بين كلونس وتيتانوس
وإزاي كل واحدة منهم تتحول للآخر. السؤال اللي بعده: involuntary contraction of skeletal muscle، في انقباض لا إرادي للعضلات، سببه إيه؟ نبص: decrease extracellular potassium. البوتاسيوم لو قل في البلازما، البوتاسيوم اللي جوه المصل تركيزه عالي، فهيخرج بالتركيز العالي من جوه للأوتر سيرفس، يعني البوزيتيف تشارج هيزيد على السطح الخارجي للمصل. طب ده اسمه ايه؟ هايبر بولاريزيشن. والهايبر بولاريزيشن تبعدك عن الفايرنج ليفل زي ما قلنا في ايام النيرف، فالإكسايتابيليتي هتقل، فالأكشن بوتنشال يتأخر. طالما الإكسايتيشن يتأخر، مين اللي ملتصق بيه؟ تقول لي كونتراكشن، يبقى الكونتراكشن هيبقى ضعيف. يبقى إذن إيه غلط؟ ده مصل ويكنس، خلي بالك ده حاجة تانية. طب نشوف الاختيار التاني: لما يقل الإكسترا سيليولار كالسيوم، ايه علاقة نقص الكالسيوم بالمصل؟ نقول لك حاجة بسيطة جدا: في الطبيعي الكالسيوم اكسترا سيلولر قافل الاوتر جيت اوف فولتج جيتد صوديوم تشانل. احنا عارفين ان بوابة الصوديوم الكهربية ليها تو جيتس، الخارجية مقفولة اثناء الريست، ام جيت مين اللي قافلها؟ اكسترا سيلولر كالسيوم. والداخليه الاتش اساسا مفتوحه ديورينج ريست. انا بقول لك قل الكالسيوم اكسترا سيلولر، الحارس اللي على الام جيت مش موجود، فالام تتفتح والاتش اساسا مفتوحه فيدخل صوديوم اثناء الريست، يزيد جوه يبقى بوزيتيف، ويسيب مكانه بره بوزيتيف اقل اللي هو نيجاتيف. ايه ده؟ ده انت كده بتقربني من الفايرنج ليفل، يعني الاكسايتابيليتي بتاعتي بقت اعلى، هحتاج لسب ثريشولد عشان اوصل للفايرنج. وطالما اكسايتابيليتي اعلى فالاكشن بوتنشال هيحصل اسرع، كل ما يدخل صوديوم اكتر الاكشن بوتنشال طبعا لما بيحصل تعرف ان هو بيتغير في عدده، وبالتالي هيزيد عدد الاكشن بوتنشال اللي يتنقل من النيرف الى المصل. المصل تستجيب بكونتراكشنز لا اراديه نسميها تيتاني. خلي بالك من الفرق في معنيين تيتانس، ده اللي هو مينتيند كونتراكشن، كونتراكشن ثابت عندي وعندك موتور تيتانس، تيتاني تشنج عضلات. يبقى اذا هايبوكالسيميك تيتاني، تتقال دايما كده في التكست بوك، نقص الكالسيوم الذي ادى الى تيتاني فبيصح، لانه انفولانتري كونتراكشن. تلاقي عيان داخل لك العياده عامل كده، الريست بتاعه متني مش قادر يفكه، ما هو ده احد صور التيتاني. كالسيوم ري ابتيك باي ساركوبلازميك ريتيكولم، ايه رايك؟ اقول لك غلط، لان ده بيعمل ريلاكسيشن والعنوان انت طالب كونتراكشن. الاخيره افيلابيليتي، توفر المصل اي تي بي، عندك اي تي بي هيشتغل الكالسيوم اي تي بيز بامب فيساعد على الريلاكسيشن، وبرده عكس العنوان المطلوب انفولانتري كونتراكشن. يبقى الاجابه الصح بي، decrease extracellular calcium. آخر سؤال في فيديو النهاردة: following destruction of motor nerve supply، قطعنا النيرف اللي رايح للمصل، skeletal muscle shows hypertrophy، هل يا ترى العضلة تتضخم؟ غلط، المصل يحصل لها atrophy أو ضمور، العضلة كمحيط هتخس قوي مقارنة بالهيلسي أو المصل الأخرى. ليه؟ النيرف في الطبيعي بيطلع جروس فاكتورز، بروتينات معينة
تساعد على نمو العضلة، تساعد على كده. لما تقطعها النمو ده بيقل فيحصل ضمور، يبقى الصح اتروفي وليس هايبرتروفي. سيفير بين ملهاش علاقة. السيفير بين يحصل مع الاسكيميا، لو حرمت المصل من الدم مش قطعت لها النيرف. طب فاسيكيوليشن، فاسيكيوليشن دي رعشة تشوفها وتحسها في العضلة. سببها ايه؟ الموتور اند بليت بقى حساس جدا لأقل كمية من الأسيتايل كولين. تقول لي يعني مش فاهم، النيرف اتقطع، الأسيتايل كولين قبل ما النيرف يتقطع كان خارج من الفيسكل وماسك في النيكوتينيك ريسبتور موتور اند بليت نيورو ماسكولار جانكشن. لما النيرف اتقطع الأسيتايل كولين ده لسه ماسك في النيكوتينيك ريسبتور، ما عملنالهوش اكتف ري ابتيك، ما رجعناهوش تاني يتخزن في الفيسيكلز، انا ماسك. والريسبتور هايلي سنسيتيف لي، حساس جدا لي. طالما حساس ويفتح جواه بوابات الصوديوم تشانلز طبعا، واللوكال بوتنشال او المينياتشر اند بليت بوتنشال بتاع النيكوتينيك يتحول لاكشن بوتنشال بروباجيتد للمصل، وفي النهايه يحصل كونتراكشن، فده رعشه اسمها فاسيكيوليشن. دي تختلف عن رعشه اخرى اسمها فايب ريليشن، هنعرفها مع دراسه سي ان اس في سنه ثالثه طب نظام جديد. رايجور مورتس، طبعا رايجور مورتس ملهاش علاقه بقطع النيرف، ده مصل استيفنس بعد الوفاه 36 ل48 ساعة نتيجة نقص الاي تي بي، يفضل الميوسين ماسك في الاكتين ما ينفصلش عنه تماما، وهو ده اللي شرحناه الفيديو اللي فات. في معلومة مهمة جدا عايزك تبروزها النهاردة، البريلود ديتكتد بالايزومتريك كونتراكشن، والافتر لود مين يتحكم فيه؟ ايزوتونيك، قدرتك هشيل التقل ده ولا لا، ده الايزوتونيك كونتراكشن. لكن الايزومتريك قبل ما العضله تشيل اي حاجه. في نهايه هذا الفيديو اتمنى نكون جمعنا كل المعلومات المهمه عن الفاست والسلو فايبرز، عن الموتور يونتس بالتفاصيل، انواع الكونتراكشن ايزومتريك وايزوتونيك كمقارنة بينهم مهمة جدا، الجراديشن of skeletal muscle contraction، الالكتريك ريسبونس of skeletal muscle، واتكلمنا عن المسل ديزيز في جملة الاتروفي والفاسيكيوليشن. في انواع مسل ديزيز كتيرة ولكن هم دول الاهم. ان شاء الله تابعوني في الفيديوهات القادمة علشان نحل مع بعض MCQ كتير ونتدرب على طريقة التفكير. كان معاكم دكتور محمد فايز.